مع وصول فصل الشتاء بتلتهي ربيت المنازل بالتحضير للموني، وبتختلف الأصناف وطرق التحضير بين منطقة وأخرى. من أكتر أنواع الموني شيوعاً بلبنان هو دبس الرمان. كيف بتحضر هالصنف؟ منشوف مع أحد سيدات الكورة. أول مرحلة إنه عم نفقي تنرجع نطحن ونصفي. هلأ منطحنهم ومنصفيهم بهيدي الشقفة تينزل بس الزوم منهم، ما ينزل شي من الشماش طبعاً. بيحتوي دبس الرمان على الكثير من الفوائد الصحية، فهو بيعزز الجهاز المناعي كونه بيحتوي على الكثير من المضادات الأكسدة، كما بيخفض نسبة الكوليسترول بالشرايين، هالشي اللي بيجنب الإنسان أمراض القلب والشرايين، وبيحتوي هالعصير على مجموعة من الفيتامين بي. من ده بياخدوها تقريبا غالي 5 ساعات 6 ساعات. بيبقى تحضير الموني المنزلية بيعطي نكهة أحلى وأطيب مع الأكل، تحمل تعب ومحبة أمهاتنا لإلنا وخوفهم على صحتنا.